تقام يوم السبت القادم في 28 من شهر نوفمبر مباراة إياب نهائي دوري أبطال آسيا. الهلال يدخل لقاء الإياب بعد أن صعب على نفسه الحسابات بسبب تفريطه في فوز ثمين على أرضه وبين جماهيره وتلقي شباكه هدفا من الخصم. الهلال يحتاج لتحقيق اللقب الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأكثر من هدف. سجل مهاجمو الزعيم 24 هدفا خلال النسخة الحالية من البطولة، أما دفاعيا فاستقبلت شباك الهلال 12 هدفا طيلة مشواره وأنهى 5 مباريات دون استقبال أي هدف كأقوى خط دفاع. الفريق الياباني سجل 29 هدفا كأقوى خط هجوم، وعلى المستوى الدفاعي تلقت شباكه 15 هدفا وأنهى 4 مواجهات بشباك نظيفة. الناديان لم يسبق لهما أن واجها بعضهما البعض في دوري أبطال آسيا، حيث أن فريق أوراوا في الواقع لم يواجه أي فريق سعودي من قبل. مباراة أخيرة للفريق الهلالي في المشوار الآسيوي، فهل يحقق الهلال البطولة الحلم الغائبة عن خزائنه طويلاً؟ أم أن الغياب سيطول؟